لو حبيت أغنية إيمان منصور الأخيرة واللي تابعتوها بشكل مكثف عبر أغاني خلال الفترة الماضية. لو حبيت تخبي علي خبي عينيك بعيني، الشوق بقلبي مراية قلبك، تتعرف قديش بحبك، غفلني وتطلع فيي. إيمان بدردشة سريعة خبرتنا عن هالأغنية وكواليسها. هالغنية من كلمات أنطونيوس أيوب، ألحان دكتور غادة شبير، توزيع جورج أسيس، وإنتاج موسيقي لغادي شرارة. وهالغنية بتحكي عن توكسيك لوف، وصراحة كتير حبيت كلماتها والموسيقى وكيف اندمجوا ببعض. حسيت إنه it created a piece of art. بالنسبة لإيمان، هالأغنية مختلفة عن الأعمال الرائجة اليوم. صراحة بحس حالي مزيج من الثقافة العربية والثقافة الغربية، فبعدني I'm experimenting مع different styles موسيقى، وافتكر هيدا ليش الغنية طلعت شوي غير عن الأغاني اللي بالسوق الجديدة. إيمان خلال اللقاء خبرتنا أكثر عن كواليس تصوير الكليب الخاص بأغنيتها. خبرني شوي عن الفيديو كليب وعن اللوكس اللي عملتيهم فيه. الفيديو كليب صورناه مع اند بيوند، واللوكس كانوا ريترو 90s بلاك اند وايت. باول بارت من الميوزك فيديو فينا نشوف المراه كيف بتكون نفسيا وقت بتكون تحت سلطه الرجل، وقت بتكون عم بتعاني من العنف. فحبينا انه باول لوك يكون لابسه بليزر كي يكون ماسكلين فايب، وبتاني مقطع تاني مقطع من الغنية اللوك كان أكتر فريش وفامينين، لأنه هون تحررت المرأة من سلطه للسلامة. اللي شو اللي شاغل بالك، لوح لي العمر وقبالك، عم بحلم ترجع لحالك أو شي نسمي تردك إلي. لقاءنا مع إيمان كان على هامش مشاركتها بحملة ضد التحرش الإلكتروني اللي خبرتنا أكثر عن الهدف من مشاركتها فيها. اليوم عم نصور للتحرش الإلكتروني لأنه هيدي مشكلة عم بتصير، وما عم بحس أنه عم ينحكى عنها كفاية صراحة. فحبيت ضوي على هيدا الموضوع لأنه هيدا عن جد ممكن يصير مع الناس من كل الأعمار، وهالمشكلة عم بتصير خاصة مع الصغار والبنات الصغار. وبدي دوي على هيدا الموضوع تقلن انه مش عيب اذا عم بتمروا بصعوبات التحرش الالكتروني، وفي حلول فيكن تعلوا صوتكن و life goes on. تعرفي حدا تعرض لهيدا التحرش؟ بعرف حدا كتير قريب مني تعرض للتحرش الالكتروني، وصراحة كتير يعني زعلت كتير. هالمشكلة كتير يعني تأثرت فيها، منشان هيك كمان حبيت انه ضوي اكتر على هيدا الموضوع. انت بترسم الحدود، انت بتحطيها وما بتخلي حدا يقطعها، لان القرار بايدك. بالعودة للجو الفني، إيمان خبرتنا عن الهدف اللي حطته براسها واللي عم تسعى للوصول له بمسيرتها الفنية. شو الهدف تبعك من خلال بس فتة على الوسط على هيدا المجال؟ To express myself فنياً، لأنه بجي من عائلة كتير فنية وكتير منقدر الفن، فالغنى يعني it's my escape from the world. وبحب كمان ضوي على قضايا على مشاكل، وإن شاء الله أكون عم فرح الناس مع الموسيقى اللي بعملها. لو تعرف يا حبيبي شو عامل فيي، انت بيحلالك تعذيبي ما تنسى علي. بالختام، إيمان خبرتنا عن تحضيرها لأعمال جديدة رح تبصر النور بالفترة القادمة. هلأ عم بشتغل على شي جديد، ورح نعمل cover songs كمان. That's for sure. بس ما رح قلك كتير، بدي يكون سيربرايز. ناطرين لكن كل جديدك، وgood luck بكل شي عم تعملي. شكرا كتير لك. Good luck يا إيمان، ومنتمنى لك التوفيق والنجاح بجديدك القادم.